أنا دكتور عادل أتربي، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، ورئيس شعبة قسطرة القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب. الحقيقة النهاردة هنتكلم على موضوع هام جدا ويمكن بيسبب قلق لبعض المرضى، وهو موضوع الذبذبة الأذينية. الذبذبة الأذينية بيطلق على المرض بيبقى فيه اضطراب في درجات القلب نتيجة لوجود بؤرة كهربية بتسبب ذبذبات داخل الأذين بتمنعه من الحركة الطبيعية وبتقلل من نشاطه، وبالتالي المريض بيشعر باضطراب في ضربات القلب وساعات نوع من التوتر نتيجة للضربات دي. اللي عايزين نقوله ان الذبذبة الأذينية مرض شائع ومرض بسيط في علاجه، وفي نفس الوقت مرض خطير في مضاعفاته. فتشخيصه امتى يتم؟ لما الواحد حس باضطراب في ضربات القلب وسرعة في ضربات القلب استمرت اكتر من نص ساعة، في الحالة دي يفضل التوجه إلى أقرب مستشفى عشان نعمل رسم قلب. نوعية الضربات المختلة في القلب كتيرة جدا، فيها ضربات أذينية وفيها ضربات بطانية وفيها الذبذبة الأذينية. كل نوع من دول بيحتاج علاج مختلف، وعشان كده بننصح دايما إن أول ما يحصل لنا هذه النوعية من الضربات إن الواحد يتوجه لأقرب مستشفى عشان نعمل رسم قلب. طيب حد هيسأل، طب أنا ساعات عبال ما أروح المستشفى النبض بينتظم، وعشان كده ابتدى يبقى فيه رسم قلب 24 ساعة. ده جهاز بيتركب على المريض، على صدر المريض، بياخده معاه في البيت ويتحرك بيه وينزل شغله بيه، بيعمل متابعة لنبض القلب خلال 24 ساعة، ودلوقتي كمان حتى التوصيات 48 ساعة و72 ساعة، مش أكتر من كده. وبالتالي الاضطراب ده بيسهل تشخيصه عن طريق هذا الجهاز اللي بيسمى جهاز الولتر. لو قدرنا نشخص المرض بدري نقدر نعالجه بدري، وعلاجه بسيط بأقراص بسيطة وأدوية للسيولة لو تكرر أكثر من مرة. أنواع الذبذبة الأذينية، في نوع حميد، النوع الحميد ده بيجي في سن صغيرة ويمكن ما يحتاجش علاج دائم، والنوع اللي هو المنتشر في كبار السن، وده النوع الخطر اللي بيبقى مصحوب ساعات بجلطات سواء في المخ أو في القلب، وده اللي بنوصي دايما أول ما بيتم تشخيصه إن احنا نعالجه بسرعة. اللي عايز بس أوصله إن الذبذبة الأذينية مرض سهل علاجه جدا، لكن مرض خطير في مضاعفاته، فبنصح إن أي حد يجيله اضطراب في ضربات القلب إنه يعمل رسم قلب في أقرب وقت. وأتمنى طبعا الشفاء لجميع المرضى.